ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه الاخبار؟ معلش احنا بقالنا فتره مختفيين عن القناه وبننزلش فلوجز، بس ان شاء الله الفتره الجايه دي هنهتم شويه وننزل لكم فلوجز ونظبط الدنيا. تمام. اهم حاجه احنا النهارده الخميس، فكنا رايحين ماستر نشوف الدنيا، عشان بقالي كتير الصراحه عايز انزل ماستر ويعني مش عارف، الظروف ما كانتش ظابطه معايا خالص، فنازلين النهاردة ان شاء الله ماستر او تشيل اوت، يعني لسه مش عارفين، هنظبط الحتة دي. وبالنسبة عشان برضو الناس اللي ما نزلتش ماستر او ما تعرفش ماستر، او الناس اللي عارفة برضو ماستر تعرف برضو ايه اللي حصل اليوم دوت. واهم حاجة بس ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة، وما تنسوش تقولوا في الكومنتس الفيديوهات اللي جاية عايزينها عن ايه، اذا كانت قناة حاجات تعليمية او عايزين مثلا فلوجز للعربيات او تيست درايف او عايزين ايه بالظبط. فيل فري يعني القناه قناتكم، وما تتكسفوش. هسيبكم بقى مع الطريق. تمام، شويه كده واحنا رايحين، واحنا حاليا يعني رايحين ناكل الاول، بعد كده رايحين طالعين بقى على ماستر او تشيل اوت. يلا خليكم معانا بقى واسيبكم مع الطريق. يلا سلام. شوفني وانت بتدبح الشبح، ما يجيش معاكوا غير ابح الشبح 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 الشبح. اندر كفر خبرات، عندي باد بيتش من الامارات قاعدة جنبي في سريري بتعدلي بالدولارات، دولار في بنك كاش وقتك انت ببلاش، كز انا بعمل الويف وانت اخرك تسبلاش سبلاش اون يو بيتش واتر، شكلك انت مش شاطر كز مامتك كولز مي دادي فانت تقولي جاد فادر، صاروخ في وشك يتفجر ما تجيش عليا اللي تتقدر حتى في وسط الناس انا زي ابي ومش هقدر جوه دماغي بلاك مش هلاك تيك ستيب باك، انا بعمل هاك وبسناك على تيك تاك، اغرور سهله بالنسبه لي زي زيك، شكل انت كده جبت اخر كل كيت كات، تحب تسعني في كورونا البس فيس ماس، هيترز عادي بالنسبه لي ماضي اللي فات مات، صاحبتك قاعده تبعت لي نوت على سناب شات وانت عايز زل مت 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 تاكل ماك تاكل ماك، وانت عايز زل مت 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 تاكل ماك تاكل ماك، وانت عايز زل مت 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 تاكل ماك. يا مش هرجع اقول لك ان انا شوفني وانت بتدبح الشبح، ما يجيش معاك غير ابح الشبح 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 الشبح. وطبعا بما ان احنا رحنا ماستر لقينا الدنيا بايظه خالص ومفيش اي حد هناك خالص تماما، فاحنا جينا تشيل اوت. هوريكم كده العربيات اللي موجوده والشباب الجميله اللي واقفه، واحلى مسا عليكم. ايه ده؟ معلش ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وكومنتس كتير ولايك كتير، عشان الفيديو يوصل لناس كتير ونوتيفيكيشنز توصل لناس كتير، واهم حاجه تفعلوا الجرس عشان اي فيديو انزله يوصل لكم. قشطه، احلى مسا عليكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته. ناكل وبعد كده راجعين لكم تاني. طيب طبعا زي ما انتم عارفين ان الدنيا بتقفل عشان المواعيد الجديده دي، ف قالوا لنا مفيش غير الدرايف ثرو، هو حل الوحيد الدرايف ثرو، فاحنا هنخش ماشي الدرايف ثرو. هنخش الدرايف ثرو طب يا اسطى مش عارف يا تعالى احكي لهم قصه لما انا وقفت في كمين على كوبري رود الفرج. تمام احضر القصه دي معايا. لا انت مش هتفهم حاجه، خليك انت عارف. المهم انا داخل على كمين يا باشا. تمام كنت لسه عامل تتويره في العربيه الجديده فداخل فاهم يعني الدنيا كانت مطره وكده. استنى يا جماعه، علي صاحب ال 340 الوايت بادي كيت، بس عشان لو في ناس مش عارفه اللي هي نمرتها، بصوا اللي هي هوريها لكم دلوقتي. Designer is at the toe, yeah. Young nigga all about his dough, my nigga come get your hoe, yeah. Pay cash, I don't have a note, hell yeah, I want me a Rolls Royce. Spent 20 racks on my Rolls chain. These niggas hating and so lame. I'm ballin' these road gang. Hop out the drop, smoking propane. Yeah, I do my damn thing. Boy, you ain't none but the damn shame. Smashing your bitch, yeah, your main thing. Come get your heart on my dang a lane. Poof on the bitch, yeah, like David Blaine. Bullets hit runners, no shoes strain. Drip some massage, I done left the stain. You get the picture without the fire. Pull out the pistol, I bet that I find. نرجع بقى للحوار بتاعنا زي ما انتوا شفتوا العربية دلوقتي، يعني فاهم هي لفتة للأنظار. بالظبط. فإحنا انا داخل على كوبري رود الفرج طالع اللي هي المطلع بتاعه ده من مش فاكر منين بصراحه مش عارف ازاي. ايوه بالظبط. ايوه المهم بقى انا داخل وقاعد بطرقع بقى والشكمان عادي طرقع وباك فايرز وكده، بجرب بقى التتويره الجديده. ففجاه لقيت في وشي ايه كمين بتك شت. فقمت مهدي ايكو برو تمام. وانا اصلا مش مركب نمر قدام وحالتي بالبلد شت. فدخلت على الكمين، الضابط قال لي رخص ومش رخص وكده. فقال لي هو انت مركب دي في دي في الشكمان؟ دي في دي. والله العظيم ما بهزر. قلت له ايه؟ والله العظيم ما بهزر. قلت له دي في دي في الشكمان؟ قال لي يا باشا انت مركب دي في صوت الشكمان عالي، انت مركب دي في دي. قلت له وبيشغل افلام انجليزي وعربي والوان وكده. قلت له بقول لك ايه يا باشا، هات الرخص كده. ما لو مشينا بس حاسب كده. لا ده عالمي، ده عالمي، لا جامد طبعا. عشان الناس الجميله بتاعت ماك قالوا لنا ان مش شغال غير درايف ثرو، فاحنا طبعا شغلنا دماغنا وهنخش بالعربيه في الدرايف ثرو. ايه يا اسطى بقول لك سلام عليكم. ازي حضرتك؟ اتفضل يا فندم. حضرتك تطلب ايه يا فندم؟ يا فندم عشان ايه ده على طول كده؟ على طول كده. السلام عليكم. اتفضل يا فندم. كنت عايز واحد جراند. تمام يا فندم، اتفضل على الشباك يا فندم، اتفضل على الشباك. شيت وات ذا فوك. عايز شاي بلبن. واحد ساندي. طعم ايه؟ فراخ شوكي دجاج. 2.5 لسه في 2.5 طارق. انت على العربيه حلوه عمرو. هو معانا برضه بس هيطلعوا يجروا تاني. طبعا هم هيطلعوا يجروا دلوقتي جاريه بين الميني كوبر والاس 2000، فنشوف بقى مين اللي هيحط على مين. هو اللقطه في حاجه ان بتاع الاس 2000 طلع من الميني كوبر مره، فبتاع الميني كوبر عايز يجري تاني بقى، فهنروح نشوف بقى ايه الدنيا. يا ابني هو انا بزع
منه فوق تحت هو بيكون ماسك. وضح لهم طيب تحب تقول ايه للناس عشان اللي اتفرج اهو اهو الجنجر هو ده يا جماعه اللي خلاها بس. طيب وبالنسبه بقى دلوقتي في طلعه كده سخنت على اخويا جوك معايا كده عشان تشرح لهم اخويا دلوقتي اخويا جوك في جري لسه هتتم دلوقتي اهو في ورانا هنا هشام. أيوة. هشام بيحاول يجري مع ال40 بالظبط. هو اول ما لما ال40 يعني هو هشام ده العربيه لسه 2000 الحمراء اللي كانت بتخمس. ايوه بالظبط بالظبط كده في البدايه بس حاول تجري فين الليل. ايوه اللي العربيه اللي وريتها لكم في اول الفيديو برضه بقى مش عايز يجري هشام بس هو جاب 3 حصان بس هو ال3 حصان فوق ال3 حصان ال40. طيب هما دلوقتي بقى هنطلع على ماستر شكلنا كده هنطلع على ماستر عشان في جري ف كلام هيسخن ماشي يا جدعان كده على الماشي في خناقه يا جدعان على الماشي في حوار على الماشي اهلا وسهلا ده خارج عن الحوارات ده الفرق بين شباب العربيات النضاف وشباب العربيات النضاف برضه بس هو هبت معاهم ده خناقه فنو فايتس جايز وكيب ات سيف يلا بينا بقى نتجه على ماستر واحنا يا شباب دلوقتي بنجهز عشان نطلع على الطريق طبعا كنا هنركب في عربيه بس اخوك دوت زي سوحنا بالظبط كده فاحنا هنطلع بالسكوتر وادعوا لنا بقى يا جدعان يلا يا رجاله احنا طالعين دلوقتي احنا طالعين اهو على كله لا اكلكم ما تنسوش تعملوا سبسكرايب يا جدعان ولايك وشير وكومنت. Yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is a gift. That is why it is called the present. واصلين ومش شايفين وبردانين بغض النظر عن هيلوك اللي انا عامله ده بس كان لازم نعمله عملنا اكشن والله الناس كلها تابعه دلوقتي واحنا جينا على يعني ايه كده يا اسطى احنا 3 حصان ايوه تاني حصان لا بس هتفرط خلاص هم عارفين هم شافوه في الحته اللي فاتت دلوقتي في جاريه العربيه البي ام 340 الوايت بادي كده اللي وريتها لكم في الفيديو الاولاني وعربية دي في قلة أدب هتحصل في قلة أدب وأنا شكلي شرير كده اليوم في قلة أدب هتحصل يعني عامة هسيبكم بقى معلم يا رب حبيبي باشا محتاج اي حاجه السلام عليكم طالع مع ده الولد راح يغطي دلوقتي
الحكومه جت ضبط على المكاهن وصباح الفل. كلها مشيت، هنحاول نخلع نروح اي حته تاني. يلا يا زميلي، يلا يا زميلي. طبعا احنا رجعنا التشيل اوت تاني عشان هناك الحكومة جت وقالوا لنا نمشي عشان ما ينفعش نقف هنا ومش عارف ايه فطبعا احنا عشان نطلع بره القصص دي والمشاكل وكده فقلنا لهم قشطة ماشي تمام ومشينا. كده يكون الفلوج خلص. وكده يكون الفلوج خلص، واستنوا ان شاء الله باذن الله الفلوج الجاي هيبقى حاجه جامده كده. اهم حاجه ما تنسوش تلات حاجات: لايك، شير، سبسكرايب، وعلي قشطه علي غرزه. احلى مسا عليكم. يلا سلام.